بس يضبط المزاج، حرقتني، يضبط المزاج وتضبط السهرة، كسرة عود كذي ترادت تايلندي. يلا يلا بإذن الله دقايق ونبدأ إن شاء الله الفقرة. تقول طايح بسناب شات الآن، صار في تفتح عن طريق الموقع. أنا يعني أول كنت مقل صراحة بالدايركت، الحين تخيل أقدر أرد على الناس بالسناب شات من خلال الكمبيوتر، أفضل بكثير. أشهد أن البخور يعد المزاج. يلا دقايق ونبلش بإذن الله. على واحد متابعين يقول فقرة الشاشة الحين شلون أنام؟ قلت له تبشر تبشر. صارت إدمان فقرة الشاشة. بعيد عن فقرة الشاشة، اليوم لما رحت صورت صراحة مصنع الزجاج، الله يبارك الرعية، صراحة من المصانع الممتازة جدا. إذا خطر ببالك يوم من الأيام تبي شيء، تبي تسوي زجاج، لوحة زجاج، كبت زجاج، صراحة أنصح تتواصلون معه. بس تغطية اليوم ذكرتني صراحة بأجواء قبل لما كنت أروح مصانع وأغطي مصانع، عقب كورونا ترى خفيت. أنا صراحة أحس لعبتي ومتعتي لما أشوف الإنتاج، شلون الإنتاج، خطوط الإنتاج، شلون شيء ينصنع، شيء إحنا نتعامل معاه بشكل يومي. والله قلم رصاص، شلون ينصنع قلم رصاص؟ قبل حتى وثائقيات أو باليوتيوب هاو ميد كذا كذا، قاعد أتابع وأشوف. فما بالك قمت اروح مصانع. اللي متابعني من قبل يتذكر رحت مصنع فولكس واجن مره من المرات، السيارات، رحت مصنع بورش، رحت مصنع طيارات الايرباص اللي هو اذكر مع طيران الجزيره، رحنا نستلم طياراتهم، سوينا جوله شلون يصنعون طيارات ايرباص، فخر الصناعه الاوروبيه. الطياره الواحده يصنعونها بخمس دول، الجناح من اسبانيا، الانجن المحرك في بريطانيا، الهيكل في تولوز فرنسا، او هامبورغ في المانيا. شيء عجيب. رحت مره اذكر بعد في فرنسا مصانع زيوت عطريه، هني بالكويت البعض يمكن يقول لا لا، بس والله في مصانع قويه جدا. يعني زرت مره مصنع اعتقد اسمه مصنع الخليج للزجاج، عبوات الزجاجيه، عبوات الزجاجيه مالت بيبسي وكولا، اعتقد يصنعون اذا ما خاب ظني مليون بطل باليوم الواحد، شيء كذي، مليون مليون ونص باليوم الواحد، لان شغلهم بانهم يغذون بيبسي وكولا وفانتا والامور هذه، ويغذون الشرق الاوسط. يعني اذكر ان فيمتو الشرق الاوسط ياخذون منهم، تروبيكانا الشرق الاوسط ياخذون منهم، مع ان المقر مو بالكويت، مقر مثلا بدبي او في لبنان، بس ياخذون من الكويت. والمصنع وطريقه التصنيع كانت خرافيه، شلون ان الرمل يجيبون تراب سيليكا ساند، التراب اللي هو ناعم جدا، يجيبونه ويحطونه في افران، والافران هذه تصهر التراب لغايه ما يصير زجاج مولع نار حمر، وينزل ويكبسونه كبس بتصير لك بطل مثل اللي انتم تعرفونه. غير كذي رحت بالكويت مصنع مال السجاد، في مصنع اتذكر في صبحان روعه، يصنع سجاد، سجاد سجاد موكيت السجاد نفسه، وشلون ملايين الخيوط يجمعونهم وينسجون السجاد، بعدين يسوون الطبقه اللي تحت اللي نشوفها اللي هي الخشنه اللي هي تقضب بالسجاد. ليش ما يصير السجاد مثل الخام العادي، مثل القماش العادي؟ ليش يصير ثابت القطعه اللي تحت؟ كذلك بالكويت وين رحت؟ الصيداوي، اتذكر الصيداوي رحنا خط انتاج الحلاو، وحلاو بقره، وحلاو الحلاو المصاص مال الاطفال، اكثر من خط انتاج عندهم. واحد متابعين تو مكلمني بعد يشتغل بمصنع قوي جدا بالكويت، بنرتب انا وياه مصنع قوي جدا وموجود بكل بيت، منتجاته موجوده بكل بيت، بس ما بيقول شنو، خل عشان ما احرق الفقره. اليومين الجايين باذن الله، خلينا نقول بدايه اكتوبر روح هناك باذن الله وتشوفون شيء خرافي. الارقام اللي اعطاني اياها مو منطقي، يعني بالكويت يعني انتاج اليومي 80,000. 80,000 شنو؟ ماني قايل لكم الحين. المهم اللي يحب او اللي يقترح علي اعطوني اذا ببالكم شيء بالكويت مثلا، والله بس هذا شيء يستاهل، لا هذا روح صوره، هذا والله يبين له تغطيه، دزوا لي خلني باذن الله اروح، لاني انا اصلا هاوي هذا الشيء. خلونا من الكلام هذا وخلونا نبدا فقره الشاشه باذن الله.